السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد اعزائي المشاهدين في القناه ديالكم ديال افضائل، القناه اللي كتبت لكم عروض عقاريه مختلفه وكذلك كتعطيكم نصائح وافكار في كل ما يخص المجال بالنسبه للناس اللي باغا تبيع وبالنسبه للناس اللي باغا تشري. فواحد السلسله جديده اللي غادي تحمل الاسم ديال اسرار العقار. معكم طارق، غادي نقربكم من الخبايا ديال العقار وغادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيهمنا كاملين، اللي هو كيفاش غادي ندير نشري شقه والمراحل اللي غادي ندوز بها واللي ممكن نتابعها باش ما نضوقش وما نستريساش. الاولى هي الميزانيه، ملي غادي نجيب الفلوس شحال غادي يقتني بشحال غادي نشري هذه الشقه. الثانيه هي الموقع فين غادي نشري هذه الشقه، واش وسط المدينه ولا في النواحي. والثالثه هي المواصفات ديال هذا العقار، واش في عماره واش في دار. اذا بقاو معايا حتى الاخر، غادي نهضروا اليوم على الميزانيه، راه موضوع كبير وشيق اللي غادي يهمنا كاملين. غادي نهضروا دابا على الميزانيه، هي شحال غادي نجي نشري هذه الشقه، مني غادي نجيب هذه الفلوس، واش غادي نشد كريدي، واش غادي نخدم في ليسات اللي موفر، ولا غادي نتعامل بيني وبين المقاول. غادي نهضر على هذا الشيء بالتفصيل نقطه بنقطه. بالنسبه للناس اللي كتقلب باش تشري كريدي بونكير ولا عن طريق القرض العقاري، كنبغي نقول لكم بان هناك خطوات اللي ممكن الانسان يتبعها. هي انه يطرق البيبان ديال البنكات كاملين، يتسارى ما فيها باس، يهز الوريقات ديالو ويتسارى بنكا بنكا. علاش؟ لان لو طو دانتيري ديال البنكه ولا نسبه الفائده من بنكه لبنكه راه كتختلف، ولا وفرتي غير 0.1% من لوطو راه كتربح في ليسات. نزيدو عليها راه كتكون هناك مفارقه في الفري ديال التوصيل، ونزيدو كذلك لوطو ديال لاسيورونس. هذه وحيده. الا ما فيكش ولا ما عندكش الوقت باش غادي تدور هاد البنكات وتسارى كتقول لي هذه طريقه اللي شويه صعيبه، راه كاينه واحد المساله اللي سميتها المحاكاه، اللي هي لا سيمولاسيون. اي بنكه ولا اي مؤسسه بنكيه راه عندها واحد لو سيت انترنيت ديالها اللي كتحط فيه المعلومات اللي ممكن دير فيه لا سيمولاسيون. كتدخل مثلا لاج ديالك شحال عندك، شحال كتشد في الصالير، وزيد وزيد من المعلومات، وكتعرف شحال غادي تخلص في الطريطه في الشهر، وتعرف شحال لو طو دانتيغي، ومن تما يمكن لك تعزل وراسك وبالك مهني. ضروري ما نعرفوا واحد الحاجه واحده اخرى، هي بالنسبه لنسب الفائده ولا لي طو دانتيغي، راه فيهم جوج ديال الانواع، كاين لو طو فاريابل وكاين لو طو فيكس. بما معناه لو طو فاريابل هو اللي كيتغير المتغيرات ديال السوق. مثلا خديت اليوم بنسبه الفائده 5% وكان هناك ارتفاع في السوق، راه حتى لو طو ديالي كيرتفع وكترتفع مع الطريطه. واخا بالنسبه للطو فيكس لا، سي العكس. لطو فيكس الا كان هناك ارتفاع ولا انخفاض ما كياثرش عليه. خديت ب 5% في مده ديال 15 عام، راه كنبقى بنفس الطريطه وكنبقى بنفس النسبه ديال الفائده. حاجه اخرى اللي خاصنا نسولو عليها وما نساوهاش هي لا كونفونسيون، هي واش الشركه ديالك سانيه اتفاقيه مع البنكه. علاش هادشي؟ يعني الا كانت سانيه اتفاقيه راه غادي يكون عندك واحد لوطو مفضل، ولا ممكن تستافد من لي فري دوسي ما تخلصهمش. هذه حاجه مزيانه. قاتنا دابا النقطه الاخرى، هي ممكن الانسان فاش يمشي عند البنك يسول واش ممكن يمولوا لك المصاريف، ماشي غير الكريدي ديالك ديال الدار، كذلك المصاريف ديال التسجيل والتحفيظ والاتعاب ديال الموثق. كيفاش؟ هي ممكن طرح لهم السؤال واش تعطيوني تمويل ديال 120%. بالنسبه للشراء عن طريق الاداء الفوري ولا كاش اسبيس فوق الطبله، هادو مجموعه من المسميات اللي كنسمعوها في السوق. الامور كتكون سهله وبسيطه، يعني ملي كنخلص كنسني الكونترا ديال البيع كنسلم السوارت. ولكن اللي ما ننساش هي ان هناك مصاريف اللي كتكون موازيه لهذه العمليه هذه، منها التسجيل اللي تياخذ 4% من القيمه ديال الشقه ولا من الثمن المصرح به ديال الشقه، 1.5% ديال التحفيظ حتى هي كذلك من الثمن المصرح به. عندنا مصاريف ولا الاتعاب ديال الموثق اللي كترتفع من 1% حتى 1.5% من الثمن اللي كيكون عندنا في الكونترات البيع. ونزيدوا عليها اللي كتكون هناك واحد المصاريف مختلفه ممكن توصل 1500 وكثر ديال التنابر تبيات وزيد وزيد. هذه الاولى. ثاني عملنا مع شي وكاله عقاريه او شي وسط عقاري، راه هناك واحد الاجره. ونهضروا على المكنات الماء والضوء. ثاني باش نعرفوا الثمن الحقيقي اللي غادي نخصو الشقه، هو اننا غادي نقصوا منه هذه المصاريف، المدخرات ناقص المصاريف راه كتعطي الثمن الحقيقي. عندنا الطريقه الثالثه واللي هي الاخيره، هي المعاملات ولا التعامل. كيفاش؟
كيكون البائع اللي هو صاحب العقار والمشتري كيتفاهموا ما بيناتهم باش تبدا تخلص الدار بطريقه ديريكت ما بين البائع والمشتري فقط. لكن هاد كيقول لك غنصبر عليك وتصبر عليا ما الى ذلك، لكن هاد المعامله هذه قليله وقليله بزاف في السوق ديال العقار، اللي نقدر ناكد عليه انها كتكون معامله عائليه فقط. اعزائي المشاهدين، وصلنا للختام ديال هاد الحلقه، كنتمنى تكون عجبتكم. اذا ما تنساوناش بالضغط على الزر ديال الاعجاب والاشتراك بالقناه، وكذلك بالطرح ديال الاسئله ديالكم والتفاعل معنا.